إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن عملية الإرضاع بشكل مبسط جدا في هذا الدرس، وإن شاء الله في الدروس القادمة راح نتكلم عنها بشكل متعمق. يجب البداية يعني ابتداء بالإرضاع الطفل من ثدي والدته بعد الولادة مباشرة، والرضعات الأولى تكون مؤلفة من الصمغات، وهي مادة مفيدة جدا للطفل، وهذه المادة تحتوي على مواد مقوية لمناعة الطفل كي تزيد مناعة الطفل ضد الميكروبات والفطريات والفيروسات والمخلوقات الدقيقة والأمراض الأخرى، لأن هذه المناعة تم الإثبات أنها قوية جدا للجسم وتحفز جهاز المناعة لكي يفرز بعض المواد في الدم. أيضا يجب عدم إعطاء الطفل الماء والسكر، لأن هذه ممكن ترفع سكر الطفل ويسبب بعض الأمراض مثل سكر الدم وسكر الأشياء الثانية، وممكن يسبب أيضا مرض السكر نفسه بالضبط. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. كان الدرس بسيط جدا في هذه النقطة. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.